On va voir un petit peu ce qu'en pense un peu le grand public. Un micro-trottoir, la caméra de l'émission de match et de Média TV s'est promenée un petit peu partout au Maroc pour avoir un petit peu le sentiment des gens sur cette affaire à Delta Arab. هذا التصرف ديال تعربت ربما ليس له مبرر نظرا لانه كالجندي الهارب من ساحه المعركه، يعني كانت معركه غتكون حاميه الوطيس ما بين المنتخب المغربي والجزائري، وكانت بالفعل يعني ربحها معركه ربحها المنتخب المغربي، ولكن لا اقول انه تعربت يعاقب، فربما بعض اللاعبين ما كنعرفوش شنو كيوقع في الكواليس، يعني ما بينه وما بين المدرب غيريت ما كنعرفوش انه الخلفيات ديال هذا الصراع، ربما ملي تفتح تحقيق من طرف الجامعه في هذه المساله هذه ممكن اننا يعني نتعرفوا اكثر. ما نظلموش السيد، ما نظلموش تعربت، وما نظلموش غيريت، ولكن كيف ما قلت انه يعني كلاعب محترف، انا ما نقدرش نقول مساله العقاب ولا، ولكن المساله ديال لاعب محترف انه يعني يمشي على المنتخب ديالو في اخر لحظه وهما لاعبين ماتش يعني حاسم، هذا شويه تعرفت. اظن انه لاعب مغمور ولاعب شاب لا زال عنده والله 21 سنه اظن، وبالتالي لا صدر منه شي تصرف اللي يمكن يسيء الفريق الوطني. اظن انه يجب الاخذ بعين الاعتبار ان الفريق الوطني لا زال امامه عده مباريات صعبه في افريقيا، وبالتالي لا يجب ان تنسينا نشوه الانتصار على الجزائر ما ينتظرون من مقابلات قادمه. إذا كان تعرابت صالح للفريق الوطني ومن أجل الفريق الوطني فيجب الأخذ بعين الاعتبار هذا المعطى، وبالتالي الجلوس معه وإخضاعه لشيء من المساءلة، وإلا قدم اعتذاره بطبيعة الحال للجماهير المغربية والمدرب ديالو والفريق ديالو، فإن الوطن الغفور الرحيم، وبالتالي فنظن أن تعرابت عنده مكانته في الفريق الوطني. بالنسبة للمغادرة ديال اللاعب تعرابت في ديك الظرفية كان ما خصوش يغادر في ذاك الوقت لأنه كيحمل القميص الوطني، وبالنسبه ان البنادم بالنسبه لواحد اللاعب كتعرابت اللي هو بالنسبه هو كان عنده عطاءات مزيانه، هو لاعب ممتاز عنده مؤهلات مزيانه، ولكن باش يجي لديك الضفيه ويتخلى على المنتخب الوطني ماشي معقول. لاعب تعرابت لاعب كبير وعنده مؤهلات مزيانه، ولكن بالنسبه لي انايا هذيك القضيه اللي دار مشى الى كيتي لو ستاف ماروكان قبل المقابله، ماشي 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 تصرف احترافي، وبما انه هو لاعب احترافي ولعب في بطوله انجليزيه وداك الشيء نورمالمون كان يبقى واخا في الاحتياط تيدوز المقابله ويتفاهم مع المدرب وداك الشيء. من الناحيه الاخرى باش يرجع للفريق الوطني المغربي، انا تنعتبر تعرفت باقي شاب صغير ومازال باقي يتعلم، هذه أول غلطة ليه، ومن الأخطاء يتعلم إنسان ومازال يتعلم ويرجع، وأنا بغيته يرجع يندمج مع الفريق الوطني لأنه لاعب كبير وغيكون كبير إن شاء الله، وخصو يخلي هذيك المصلحة الفردية يخليها بعيد ويدير مصلحة للمنتخب الوطني ومصلحة للوطن، لأن احنا كنلعبوا على القميص والمدرب هو اللي كيشوف الخطة اللي غيدخل بها، واش بغى يدخل بتعرابت ولا بالسعيدي ولا كلاعب. ما أولا ما كيعبرش على المواطنة ديالو لأن خصو يعبر على المواطنة، وكيحترم القرارات ديال المدرب غريتس لأنه عنده قرار كمدرب، لأنه خصو يحترم أنه يكون في الاحتياط، يعطى الاحتياط، لأن كما شفنا حجي اللاعب حجي يوسف اللي احترم القرارات ديال اللاعب. احنا كنتمناو هذا اولا احنا كمغاربه لان كنعرفوا بالتسامح وكنتعاطفوا بزاف، يعني شافوا اللاعب لان هذاك كلاعب ولدنا وخصنا باش نحاولوا ما تاخذش عنده ما يتاخذش شي حق جذري في حقه كلاعب، وكانه كشاب لان حتى كالسن ديالو شويه نحاملوا انه كشاب نحاولوا باش نتعاطفوا معاه كمغاربه لان ولدنا، وكنتمناو هاد المشكله والخطوبه ترجع عند اللاعبين الحمد لله اللي كيعبروا على المواطن اللي كيلعبوا في المنتخب الوطني، وخصنا نعبروا اولا على المواطنه لان المواطنه هي الاساس الحق، ولان ان الانتصار ديالنا اللي خلانا نتسامحوا مع هاد اللاعب والفرحه الكبيره، ونتمناو يكون التسامح هو الأفضل.